خلينا نبدأها واحدة واحدة. أنت اتصبت، تمام، سافرت ألمانيا، تمام، إيه اللي حصل في ألمانيا؟ قعدت فترات طويلة، أنت بتسافر وبتروح وبتيجي، قعدت احكي لنا كده فترة فترة الدنيا كانت ماشية إزاي؟ يعني أنا أول لما رحت ألمانيا تاني يوم قعدت يوم اللي هو الفري، وصلت لحد عملت العملية الاتنين مع مستر فايلر. اه دكتور فايلر دكتور فايلر، صح، عندك حق دي. فعملت العملية الاتنين، اه قعدت هناك بالظبط 10 أيام بعد العملية اه عشان اللي هو الركبة تستقر والحالة تبقى يشوف الدنيا عاملة بالظبط ازاي. اه بالظبط. اه بعد كده نزلت هنا قعدت أسبوع ونص، بعد كده رحت مسافر تاني قعدت. كنت بتعمل ايه هناك يا محمد؟ يعني انت قاعد على الاقل ال 10 ايام الاولانيين دول، انا عارف ان ما بيبقاش في حركه يعني خالص تمام اه تقريبا خالص. يعني، او حتى لو اتحركت هتبقى بتتحرك بالاتنين ورافع رجلك يعني. كنت بتعمل ايه في ال 10 ايام دول؟ يعني انا كنت واخد معايا يعني بخلص تمرين، وكنت واخد معايا بلاي ستيشن بقعد تقعد تلعب بس. اه اه بالظبط. اه يعني ما كانش في حركة كتير، ما كان غلط ان انا امشي، بالظبط، فكنت ولا حاجة. ولا حاجة خالص اه خالص. كنت قاعد يعني اقعد اقرا شوية قرآن، اشوف النادي مثلا عندنا ماتش بس. لكن ان انا انزل دي كان صعب في الاول يعني، اه لكن بعد كده بقى بعد ما رجعت هنا اسبوع ونص كانت الدنيا كانت كويسة الحمد لله. بعد كده سافرت تاني قعدت بقى شهر وثلاث اسابيع. اه قعدت هنا؟ لا هناك هناك بقى شهر انا رجعت بعد 10 ايام بعد الاصابة، اسبوع ونص. قعدت اسبوع ونص. حلو، بعد كده رحت هناك قعدت شهر وثلاث اسابيع. صعبة دي أوي. جدا اه لا، والاوضة يعني قد كده، اه ما فيش، هو السرير طبعا ده والحمام. جزء من التمارين العلاجية اللي كنت بتعملها وانت هناك ايوه في بالظبط. ألمانيا. اه انا اصلا يعني الحمد لله الحمد لله كنت فارق جدا في اصابتي يعني، ما شاء اه الله يعني كنت قل سابق أعوذ حالتي برب يعني الفلق، الحمد لله قل يعني. أعوذ برب الفلق. اه فيعني الحاجات دي في الشهر وثلاث اسابيع. اللي انت كنت زهقان اه فيهم او تعبان. فبصراحة لما لقيت البروجرام كده اه كنت بصراحة كان بيهون عليا كتير اه ان انا اشوف الكورة دي. انا اصلا يعني انا من وانا صغير يعني انا حياتي الكورة يعني، اه كلنا يعني اعتقد اي لاعب كورة كده يعني هم حياته هي الكورة، فانك تبعد عن الكورة بيبقى الموضوع صعب شوية. هم وده كان اخر ثلاث اسابيع رحت، اه كان لقيت سعد هناك وكان برضو بيتعالج عشان رجله، اه ما كانت مستشفى ونيدفيد الاهلي احنا فاكرين. وكابتن وليد سليمان. بس كابتن وليد سليمان انا رحت الثلاث، كابتن وليد كان مشي الاثنين فما لحقتوش يعني. وكان معانا برضو يوسف محرم، ده كان بيلعب في نادي وادي دجله، ده برضو زي اخويا. بس كانت الدنيا بقى كانت لطيفه في الاخر ثلاث اسابيع بصراحه يعني، كله كان معايا وكان الوقت كان بيعدي بسرعه يعني الحمد لله. اه لكن في الشهر وثلاث اسابيع دي كانت الدنيا ما كانتش عايزه تمشي خالص يعني. كانت الدنيا صعبة، بس شهر هو اللي وثلاث كان بيهون عليك الملعب الأخضر ده اه الصراحه والكورة. والكوره اه كانت الدنيا بصراحه كانت كويسه. وبعدين كان بيخليني اعمل حاجات انا ما ينفعش اعملها اصلا، اه اللي هو بيخليك تعملها بدري. بالظبط اه يعني انا ما كانش ينفع ان انا اشوط في فيديوهات اللي كان ليا، كان اشوط وحاجات على الجول ما كانش ينفع ان انا اعملها، بس كنت بعملها عشان انا كان يعني الحمد لله يعني كنت فارق شويه في حالتي يعني بس. فكانت مهونه عليا الوقت يعني.